إنها صور مؤثرة وضعها رفاق الشهيد الشاب محمد الشعار على موقع يوتيوب. الشعار الذي غزت صوره وسائل الإعلام العالمية لاحت روحه فوق مكة المكرمة، إذ خصص أكثر من 60 معتمراً عمرة له. لحظات ثقيلة أمضاها رفاق ومحبو الشهيد محمد قبل وصول نعشه إلى مسجد الخاشقجي في الطريق الجديدة. محمد كان مليون شغلة، كان واحد من أحسن وأكرم الناس اللي معرف عليهم، وكان حاطط براسه يعمل مليون شغلة، بس الحمد لله على صار محل أحسن. التأثر بدا واضحا على وجوه الجميع لحظة وصول النعش. وفيما كان الجميع مشغولا بتشييع الشهيد الشعار، استغل الشيخ محمد رشيد قباني المناسبة ودخل بشكل استفزازي إلى المسجد، ما أثار المواطنين. قباني استبق قدومه ببيان هاجم فيه تيار المستقبل لأنه لم يدعى إلى مسجد محمد الأمين. مساع كثيرة قام بها مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، ونجلي الشهيد محمد شطح وعدد من النواب لإقامة الصلاة وتأمين خروج آمن لقباني. بعد دفن الشعار استمرت مساعي إخراج قباني بموازاة تقبل الحريري والنواب التعازي بالشهيد الشعار. ساعات مرت حتى تمكنت عناصر من الجيش والقوى الأمنية وشعبة المعلومات من إخراج قباني بهذه الطريقة. بدأ تشييع الشهيد الشاب محمد الشعار وسط حال من الحزن، وانتهى التشييع وسط حال من الغضب بعد أن استفز وجود الشيخ قباني محبي الشهيد الشعار. من أمام مسجد الخاشقجي، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل.